الأمن الداخلي في إقليم دير الزور نتقدم ببطاقة تهنئة لعموم شعبنا في شمال وشرق سوريا وبجميع مكوناته بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، ونقوم بواجبنا في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال تشديد الإجراءات الأمنية في المراقبة والتحقيق والتفتيش على الحواجز، ومن خلال الدوريات المشتركة بالتنسيق مع جميع القوات العسكرية، ونعاهد شعبنا في شمال وشرق سوريا بأن يتابع مسيرتنا في الحفاظ على استقرار وأمن المنطقة وواجبنا اتجاه أهلنا المدنيين عموما في شمال وشرق سوريا.